كما تعلمون فإن تزفيف الشوارع أو تبليطها كما هو متعارف عليه في اللهجة العامية بالعراق أصبحت هذه حلماً للعراقيين بعد غياب لمدة 16 عاماً عن بعض المناطق. طبعاً بعض سكان هذه المناطق عبروا عن الفرحة بالتبليط بشكل يكاد يستغربه مواطنو الدول الأخرى، كون أن هذا الأمر من البديهيات في كل دولة تحترم سكانها كما تعلمون. مقطع متداول لاستغراب سكان حي المعامل من تبليط شارعهم وعدم تصديقهم للأمر، نشاهده وإياكم. ولك تبليط تبليط أخيراً ولكم على تبليط المعامل يا ناس. ولك تبليط ما صدق والله مستحيل، يعني شناي نهني ونبارك منطقة المعامل وعلى هذا التبليط وهاي الفرحة العملاقة. الله أكبر تبليط، الله أكبر. حقيقة احنا يعني ما أعرف، يعني أكبر إنجاز بدول العالم ما مسوي هذا الإنجاز تبليط. أقول لك على هذا تبليط ولا مصدق، وعلى ولا أصدق تبليط، يعني عندك يا رب. فرحة الأهل المعامل طبعا ما